ما يصير تطلبين المساواة بين الذهب وبين مصنع الذهب. نعم، الرجل هو الملك والسيد وله القوام بمسؤوليات التي كالجبل على عاتقه، ولكن مستحيل أنزل دور المرأة من صانعة ملوك وصانعة سادة ومتخذين قرارات إلى مقام أقل من قدرها. فمثلا زوجك كانت عنده أم قامت بواجباتها على أكمل وجه وجابت ليش زوج ملك يرفع من قدرها ومن قدرش. فلا تهملين دورك كصانعة للملوك وتنزلين للميدان تقارعين الرجال. نعم يمكن تكون قوية بما يكفي بتصيري ملكة، بس مستحيل حزتها تجيبي ملك. آسف، دورك أهم، نحتاج صانعة ملوك. يا عقيل، انظر لامرأة قد أنجبتها الفحولة من العرب ليتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. أنا مو عالم لكن أقرأ.